تم فتح الملف التالي بنجاح. الست دي أمي. اللهم اغفر لها وارحمها. آمين. وعافها واعف عنها. آمين. وأكرم نزلها. آمين. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها. آمين. وأهلا خيرا من أهلها. آمين. وأهلا خيرا من أهلها. آمين. ألو؟ أيوة يا فوزي، هرد عليك ازاي يعني في وسط عزا ماما؟ أكل إيه بس يا فوزي؟ هو الواحد بقى ليه نفس الحاجة؟ اطلب لي 4 شاورما يا فوزي، وهمبرجر كبير يا فوزي، وما تنساش الكولسلو، وما تخليش حد من العيال يقرب من الأكل لحسن أنسل الشبشب على دماغه، لحسن أنا ضغطي واطي والسكر عالي. ما تجيب سجاير يا حسين. امسك يا سيدي امسك. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ امسك يا عم اتفضل. الو ايوه لو سمحت عايز تاكسي يوصلني بعد ساعة. ارجوك والنبي. عشان ميعاد الطيارة. بس خدمة والنبي. يا ريت يكون مكيف. اصل مستشور. تسلم لي. شاكر جدا. مع السلامة مع السلامة. العنوان احنا هنا كام يا كريم؟ 2 شارع المرعشلي. 2 شارع المرعشلي. شاكر قوي. مع السلامة مع السلامة. انت مسافر خلاص يا حمادة؟ خلاص بقى. حبيبي ايدك بقى على التوكيل. توكيل ايه يا ابني؟ توكيل عشان نتصرف في ورث امك ولا تسافر ونلبس احنا؟ ورث امك؟ يا ابني هي امك سابت غير الشقة المعفنة دي والعربية ال 27 اللي تحت. لا طيب خلاص خلاص يعني اتصرف انا ازاي؟ خلاص يا كريم ده توكيل اعمله في 24 ساعة. نادية ايه؟ انا همشي انا بقى. لا انت لازم تنزل تتغدى معايا. يا ريت ده الواحد. طب خلاص يا حبيبي براحتك، سلم لي بس على مراتك وعيالك. بخصوص العيال صحيح؟ خير. انا خلاص مش قادره على مصاريفهم انا ولا ابوهم. ربنا يخليك ليهم، انت زي ابوهم برضه. ناديه انت محتاجه حاجه؟ انا بس طبعا محتاجه تكيش وتنزل لجوزها. نعم. طب ما انت كمان عايز تكيش وتطلع لمراتك. مراته؟ هي فين مراته دي؟ ما شفناهاش طول اليوم. يا كريم يا حسين في ايه؟ قال هي فين صحيح؟ الواحد ما شافهاش من الصبح بتعدي بكوبايه ميه في العزا. يعني هو جوزك اللي كان واقف جنبينا بياخد عزا ماما؟ ما هو طول النهار قاعد بيتفرج على ماتش اسمنت اسيوط. في حد بيشجع اسمنت اسيوط برضه؟ ماما اللي شوف كده يا اخويا يقول كنت بتشعر عليها كل يوم. طب والله يا احمد بقاله 4 شهور ما شافها. صدقه صدقه ما انا عارف. صدقه امتى يا اخر؟ انت بقالك 3 سنين ما نزلتش اجازه اصلا. يا حسين ده عايز يسافر من غير ما يسيب لنا توكيل عشان ما نتصرفش في الشقه. يا ابني توكيل ايه وشقه ايه؟ كنت انا ما اعرفش عنوانها اصلا. وفرحان قوي انك مش عارف عنوان بنت امك. يعني انت دلوقتي اسمها مامتك، الولاد بيسمعوا من المنور. دلوقتي بقى اسمها مامتك مش امك، هي الوحيدة اللي عندها عيال متربيين. طبعا متربيين، اسم الله على عيالك. بقولك ايه؟ ما تغلطيش في العيال ولا اقسم بالله هديكي بالقلم على وشك. بس ارسم ايدك عليا يا حسين. 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 غور افتح الباب. ما تقولش غور. يا عم امشي. يلا بقى يا كريم روح يلا يلا. اقعدي بقى. ايه ده؟ ايه ده يا ولاد؟ في ايه؟ صوتكم جايب اخر الدنيا. ما يصحش كده، ده لسه اسوان مامتكم منصوب تحت ما تلمش. خلصت اجراءات الوراثه يا استاذ؟ من الصبح يا حبيبي. ولو عوزتوا اي حاجه تانية يا ولاد، اي حاجه، عدوا عليا في المكتب، انا مش غريب. دي ماما يا انكل. ماما شوف البيت كده برضو يا حسين، بدل ما تاخد اختك في حضنك وتطبطب عليها. ما تزعليش يا ناديه يا بنتي، ماما دي كانت غاليه علينا كلنا. صحيح يا ولاد، مامتكم كانت عدت عليا في المكتب من 10 ايام، اديتني الجواب ده وقالت اكيد تسلمهولي. ثانيه واحده. ده على اساس ايه بقى ان شاء الله يا حبيبي؟ على اساس ان انا الوحيده اللي كنت بشقر عليها. لا بقول لكم ايه، انا امكم بعضمه لسانها قبل ما تموت قال انها سايبه لي الشقه دي والعربيه 27 اللي تحت. نعم الشقه اللي بتاعتك، الشقه دي بتاعت احنا الاربعه، يعني انا كمان ليا نصيب فيها. ناديه نصيب ايه يا ام نصيب؟ ما انت قاعده في بيت جوزك، وانت يا عم قاعد مع مراتك، وانت قاعد لنا في دبي. فكرت تشوفها قبل ما تموت؟ انت يا ستي شفتيها قبل ما تموت؟ انت يا عمنا شفتها قبل ما تموت؟ انت اصلا يا ابني شفتها قبل ما تموت؟ ما انت بقيت معاها في الشقه ومتلقح طول الليل والنهار عند الكشك مع اصحابك الصيح. يا حسين هو في حد فيكم يا ابني كان بيسال عليها في التليفون؟ شوف مين اللي بيتكلم. خلاص يا ناديه بقى. يا بني ادم بقولك بقالك 4 شهور ما شفتهاش. طب انا بقالي 4 شهور ما شفتهاش لما تعبت الفجر وطلبت ان حد فينا يوديها للدكتور. مين اللي شقي وتعب واتمرمط ونزل تاني يوم بالليل يوديها للدكتور؟ يا ابني ده انا ولا انت؟ بس يا ابني. طب لما ماتت؟ بس يا ناديه لما ماتت يا حسين مين اللي عرف الاول؟
انا ولا انت، في حين ان حضرتك ساكن فوقيها. معلش انا يعني الريحه اللي طلعت في العماره دي إيه ده؟ كان المفروض تاخد بالك منها الاول. ما انت ساكنه تحتها، يعني من المنطقي ان انت تعرفي الاول. ايوه استاذ، الريحه بتطلع من تحت لفوق مش من فوق لتحت. بس ده الموضوع الاساسي، نمسك في ان الريحه بتطلع من تحت لفوق ولا من فوق لتحت. بس اذا كان البواب هو اللي اكتشف الريحه. انا ماشي، جاتكوا القرف. ما تشتمش التراخه، ما انت عدلانا في دبي وسايبنا بنصف تراب. انت بتتريق عليا يالا؟ طب انا في دبي بشتغل وبصرف على نفسي، واحد شحت زيك قاعد جنب امك بتعمل ايه؟ طب تقول ايه؟ بس يا كريم، يا كريم ايه؟ هتضربوا بعض قدامي ولا ايه؟ امسك يا حسين، والدتك سابت الجواب ده وقالت اجي هنا وادي لي الكبير. اقراه وسمع اخواتك، يمكن اللي جواي يغيركوا. جاتكوا الهم. ايه رصيدي؟ خلي كل واحد ياخد نصيبه اللي ملوش لازمه ده. الله يسامحك يا ماما، مش لو كانت وزعت فلوسها قبل ما تموت ما كانش ده حصل. وصيه ولادي الغاليين حسين وناديه واحمد وكريم، اتمنى تكونوا واخدين بالكم من بعض وتكونوا في احسن حال وانتوا بتقروا الوصيه دي، وما تنسوش ابدا اني بحبكم. وصيه الى اولادي، انا الام اللي كبرتكوا شالت هم عنكوا عشان تشوفوا الدنيا والحياه. Thank you.